أنتم تشاهدون تلفزيون اليونيسف. هؤلاء التلاميذ هم من بين 120 ألف تلميذ يستفيدون من حملة التطعيم الجارية في غزة ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية. ومنذ أن توقفت الأعمال العدائية الشهر الماضي هناك سلام هش يسري الآن في غزة، لكن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية كانت واسعة النطاق، حيث لا تتوفر كميات كافية من المياه النظيفة والطعام المغذي. وتعمل اليونيسف مع وزارة الصحة على تطعيم التلاميذ في الصفين الثامن والتاسع، وكذلك تقديم التوعية حول كيفية تجنب الإصابة بالأمراض المعدية، كما يتلقى كل طالب جرعة من فيتامين ألف من أجل مكافحة الالتهابات. تواصل اليونيسف تقديم المساعدة إلى وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية وخاصة اللقاح ضد أمراض الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية إلى الشبان الصغار هنا في غزة. وقام تشارلز تريكلاند رئيس مكتب اليونيسف في غزة بزيارة مدرسة سليمان سلطان الابتدائية في مدينة غزة، حيث اصطف التلاميذ لتلقي اللقاح. إنها علاقة طويلة الأمد تعود إلى أكثر من 10 سنوات، وهي علاقة نرى أنها ستستمر في المستقبل، ونأمل أن نساعد في تهيئة صحية أفضل للشباب. وفي أثناء الحرب فقد توقفت الرعاية الصحية الأساسية، وتحرص اليونيسف والشركاء على تقليل مستوى معاناة الأطفال في غزة من الناحية الصحية. تقرير صبح الجوابرة من تلفزيون اليونيسف، معا من أجل الأطفال.